معالي رئيس الجامعة يستقبل المشرف العام على مبادرة داء السكري التوعية والعلاج. برعاية عميد شؤون الطلاب مبادرة طويق تتوج الفائزين في دور تأهيل القيادات. الجامعة تهنئ طلابها الفائزين بالمركز الأول لأفضل أداء في منتدى شباب اتحاد الجامعات الآسيوية 2023. أعزائي أينما كنتم من جامعة الملك سعود نحييكم وننقل لكم أهم أخبار جامعتنا خلال أسبوع. استقبل معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر المشرف العام على مبادرة داء السكري التوعية والعلاج والفريق المشارك معه في المبادرة، وذلك بعد حصولهم على المركز الثاني في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسار تفعيل العمل التطوعي للجامعات وإدارات التعليم لعام 2022، إذ يأتي هذا اللقاء تأكيداً على اهتمام الجامعة بالمبادرات النوعية تفعيلاً لدورها بكلياتها المختلفة في خدمة المجتمع. تحت رعاية عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور علي الدلبحي، أقامت مبادرة طويق حفلها الختامي والذي كرمت من خلاله الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في دور طويق لتأهيل القيادات، حيث تعد المبادرة أحد أهم أنشطة برنامج الشراكة الطلابية بالجامعة التي تسعى لاكتشاف القيادات الشابة وتأهيلها عن طريق خوضها لعدة تجارب قيادية متنوعة بهدف صقل المتقدمين فيها وتزويدهم بكافة المهارات والمعارف المرتبطة بصناعة القيادي الناجح. هنأت جامعة الملك سعود طلابها الفائزين في منتدى شباب اتحاد الجامعات الآسيوية 2023 والذي كان تحت عنوان الاتحاد من أجل مستقبل مستدام، حيث تمكن الطلاب المشاركون باسم الجامعة من الحصول على المركز الأول لأفضل أداء في المنتدى، كما تمكنوا أيضاً من الحصول على المركز الثالث نتيجة لابتكارهم لفكرة تهدف إلى تقليل استخدام الخرسانة، بالإضافة إلى منح جائزة جرين جينيس للطالب مشاري الشاوي، وتأتي تهنئة الجامعة تعزيزاً لافتخارها بأبنائها المتميزين ودعوة لهم للمزيد من التقدم والنجاح. بدافعاً لإحسان والبذل والعطاء، أطلقت إدارة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب حملة إفطار صائم تحت مسمى ولك مثيل ثوابه، والتي شارك فيها عدد من طلاب وطالبات الجامعة، إذ قاموا بتوزيع وجبات إفطار صائم في أكثر من موقع في مدينة الرياض، في مبادرة لاقت استحسان الكثيرين وفتحت باب التطوع أمام الطلبة لاستثمار هذا الشهر الفضيل لما فيه من خير. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، تقبلوا تحياتي في أمان الله.